المجاهد بن رايح سعيد القاطن بحي الكمين دفعته الظروف إلى المبيت خارج المنزل العائلي، وأحيانا يبيت بمسجد الحي. بسبب سقوط سقف المنزل بإحدى الغرف وما تبقى أصبح آيلا للسقوط في أي لحظة. هذا ما زرع الخوف في العائلة التي قدمت شهداء وجاهدت إبان الثورة التحريرية. راني كاري، راني ديجا طفلوا، عندي 40 عام هنا في السكنة هذه، هنا 40 عام، قاعد ما يطلوش عليك، قاع ما يشوفوش، والكوات راهم كل طفله قاع باينين عندهم، وراني في حاله ان طفلك شويه طفله، حاله خطيره ماهيش عام ولا عامين. نطلب يعني من السلطه ان شاء الله تفوق فينا ويجوا طفله يطلعوا علينا. هذا خدم الطوراق يا حبيبي في سبيل الله. خوشو هذه البنت عندها متزوجه زوج اولاد، رفتو في الحاله اللي رانا في ازمه، هذو علي ما بغاش يشوفوا فيه، قلنا من ربي يشوف فينا ويعطونا السكنه وندرو ريسانا. دوك شوف الحاله كي راك تشوف الحاله كي رانا دايره. تدخل الحمايه المدنيه لاكثر من مره وتصنيفها للمنزل في النقطه الحمراء وكذا الخبره التقنيه لمصالح البلديه لم تشفع لعم سعيد في الظفر بسكن. البومبيه تكذب، ميجه تفضل الرابور القطع تفضل القيعه تكذب، انا نكذب، ضميري يكذب، دوك راه يقول الصح. 75 تشوف بومبيه جات، جاو صحاب لاميري، راح لاميري ما تعرفوش بيه، راح للولايه ما تعرفوش بيه. لتبقى هذه الاعمده وتلك اللوحه التي يرفع فيها الصبي يديه تضرعا لله اخر امل لهذه العائله في حفظ ارواحها.